أستاذ محمد، أستاذ ألو، محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. والله بالنسبة لمناسبة الإسراء والمعراج، أيوه رب العزة ذكر الإسراء في سورة والمعراج في سورة أخرى، نعم، فإزاي اختلط على المفسرين أنهم يكونوا في يوم واحد؟ وفي لحظة ما أسري بسيدنا رسول الله إلى بيت المقدس، فيها ايه؟ فصلى لحظة نعم ما أسري برسول الله إلى مش. بيت المقدس، بيت المقدس، مظبوط؟ ايوه مظبوط، أسري به إلى بيت المقدس، صلى بالأنبياء جميعا، ايوه وفي ايوه نفس الليلة إذا ذكر أنه عرج به إلى السماوات العلى، ايوه فإزاي سأل سيدنا جبريل عن أسمائهم في السماء الأولى والثانية والثالثة إلى الآخر؟ ايوه ايوه صح؟ ايوه وبعدين لحظة ما ذكر سيدنا رسول الله أنه أسري به كأم المؤمنين، أو هو ذكر لأمهات المؤمنين أنهم أنه ما كانش أسري في به امهات، الليلة. ما كانش يا فاهم يا استاذ محمد، ما كانش فيه الا معلش السيده أنا خديجه، ما كانش فيه معلش في يا الوقت أستاذ ده الا السيده خديجه رضي الله عنها، لان حادثه أي الاسراء والمعراج، معلش لو سمحت، كانت قبل الهجره بعام. أيوه، الفرق ايوه بين الإسراء والمعراج 5 سنوات ويزيد. ها لو شفت الصور سعادتك هتلاقي الفرق بين سورة الإسراء وسورة النجم 5 سنوات أو يزيد لو حسبتيها. في النزول، يعني نزول السورتين، نزول أيوه، السورة. ونفس نفس ما أسري بسيدنا رسول الله أيوة أول مرة إلى أيوة بيت المقدس نعم وصلى بالأنبياء كلهم. أيوة. أما الأنبياء وشرعت الصلاة وجاء التخفيف من كل الأنبياء، كانت الصلاة 50 صلاة، ثم أصبحت الآن 5 صلوات. فحضرتك عندك إيه تقوله بقى؟ عندك إيه تاني؟ إذن الإسراء كان في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس اللي هو أول القبلتين، والمسافة مسيرة 40 ليلة زي ما قلت لكم. أما العروج فثبت في سورة النجم ومعناه الصعود إلى السماوات عند سدرة المنتهى. العروج معناه الصعود إلى السماوات عند سدرة المنتهى، زي ما عارفين الآية، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، إلى ما هو مكتوب في سورة القاف، سورة قاف. طيب إذا الآيات الكبرى بقى هي إيه؟ لنريه من آياتنا الكبرى. إيه هي الآيات الكبرى؟ أولا السماوات والأرض، الجنة والنار، الرسل عليهم رضوان الله عليهم السلام، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم حينما قدم له كوب من اللبن وكوب آخر من سائل آخر، فقدم يديه إلى اللبن وشربه، وهذا اللبن يمثل دين الفطرة، يمثل دين الفطرة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الأخ محمد، أما الرسل والأنبياء. طيب ثانيا، تكليف الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة تكليفا مباشرا بعيدا عن الوحي. شوفوا بقى المعجزة السماوية، ما كانش في وحي، كان هو سبحانه عليه الصلاة والسلام رسول الله مباشرة بدون حجاب وبدون حاجز مع الخالق سبحانه وتعالى. ودم تكليف النبي عليه الصلاة والسلام بالصلوات عن هذا الطريق، وزي ما قلت لكم كانت
صلاة، ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تشفع أو شفع على الرسول، كل نبي شفع على الرسول وكل رسول شفع على الرسول، إلى أن أصبحت الآن زي ما احنا عارفين 5 صلوات.